صراحة المظاهرات التي انطلقت صباح اليوم دعا عليها منسقية وكت تما التي كانت تطالب منذ أمد بعيد للقوات الفرنسية أن تغادر التشاد، وكذلك ترفض دعم هذه القوات التي تدعم المجلس العسكري الحاكم. نعم هذه المظاهرة دعت إليها هذه المنسقية أخيرا أن وجدت قاعدة عسكرية فرنسية في منطقة آتيا بوسط البلاد، الأمر الذي نفته السفارة الفرنسية في بيان لها. نعم فهذه المظاهرة انطلقت صباح اليوم بمجموعة من النقابات العمالية والأحزاب السياسية وطيف كبير من الشعب التشادي، حيث لم تخرج مظاهرات بهذه العددية منذ أكثر من 10 سنوات أو زيادة، نعم لكن كل هذه المظاهرات تطالب ب جلاء القوات الفرنسية من التشاد، وذلك بعد انسحابها من مالي، حيث نعم يتهم الكثيرون أن فرنسا تريد أن تنقل قواتها من مالي إلى إنجامينا أو بتشاد بصفة خاصة. نعم سيد إدريس، خروج المتظاهرين في العاصمة كان بسبب القواعد العسكرية، ما هي المعلومات المتوفرة عن جلب قواعد عسكرية إلى منطقة آسيا بعد انسحاب قوات برخان الفرنسية من مالي؟ كما ذكرت سالفا ان السفاره الفرنسيه نفت ذلك، لان نعم تقول ان قواتها موجوده لتامين طائرتها التي كانت تعطلت فنيا في هذه المنطقه، ولكن المعارضه لم ترضى بهذا البيان، تؤكد ان هذه العدديه وهذه المخيمات او هذه المجموعه الكبيره من هذه القوات لابد انها تسعى الى انشاء قوات عسكريه وغير ذلك من المناطق، لكن نعم هذا الامر لم ينطبق ولن ينطلق على المتظاهرين والمنسقين، مما جعلهم اليوم يعبرون عن غضبهم في شوارع العاصمه إنجمينة وكذلك في مدينه أبشة التي تعود حوالي 800 كيلومتر شرق البلاد، نعم ورفعوا شعارات ولافتات دعوا فيها فرنسا لمغادره اراضي تشاديه، من ضمن هذه العبارات تشاد حرة فرنسا برة، نعم نطالب بجلاء القوات الفرنسية من تشاد، وغير ذلك من الشعارات التي تعبر عن رفضها التام لوجود القوات الفرنسية التي تقول هي أنها موجودة في تشاد بموجب اتفاقية أمنية نعم بينها وبين الحكومات المتعاقبة من أجل طيب القوى نعم الجماعات المسلحة في تشاد والساحل بصفة عامة. نعم طيب سيد حسن، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الضغط الشعبي الكبير على العلاقة بين المجلس العسكري الانتقالي وفك الارتباط مع فرنسا؟ الشعوب هي التي تفرض إرادتها إذا صمتت في وجه الضغوطات، إذا صمتت في وجه الآلات العسكرية التي سوف بلا شك تقوم بصد مثل هذه المظاهرات. نعم فهذا الضغط الشعبي لربما يولد ضغطا على الحكومة أو المجلس الانتقالي الذي كان يعد أن يتهم أن فرنسا التي تدعمه، فبالتالي نعم هذه الضغوطات لربما تجد يعني قبولا ونتيجة لوجود القوات الفرنسية، على الأقل ممكن فرنسا تتخلى عن دعمها للمجلس العسكري الذي نعم يتهمه المعارضة بدعمه، ومن ثم ستكون إرادة للشعب بمشيئة الله تعالى. نعم الحركات السياسية والعسكرية المشاركة في مفاوضات السلام بالدوحة قالت في بيان لها إن برنامج المفاوضات يسير بشكل جيد، وتعبر في نفس الوقت عن تضامنها مع المسيرة السلمية، كيف تعلقون على ذلك؟ قبل قليل جاء هناك وصدر بيان من الوفاق التشادي الوطني الذي يتزعمه حسين داوود، وقال ان اذا رفضت او اذا قبل المجلس العسكري فقط جلاء القوات الفرنسيه في تشاد، هو يعني ينسحب من مفاوضات الدوحه ويرجع الى العاصمه انجامينا، لان من ضمن الشروط التي كان يطرحها او تتطرح الحركات المسلحه التشاديه في طاوله حوار الدوحه هو مغادره القوات الفرنسيه او عدم تدخل فرنسا في الشؤون الداخليه التشاديه، نعم ولكن ما زالت باريس هي التي اللاعب الاساسي في هذا الملف، سواء كان الحركات المسلحه او حتى طيب تمديد المرحله الانتقاليه. نعم